بسم الله الرحمن الرحيم. سأحاول أن أتكلم بالفصحى لكي يفهمها كثير من الناس. اليوم عندي لكم معلومة طبية مهمة جدا جدا وخطيرة في نفس الوقت. كلنا يعرف أنه يوجد أعضاء في الجسم إذا مرضت فهي تشفى بإذن الله، مثل الجروح كم يوم وتشفى. المغص إذا جاءك مغص تأخذ له دواء ويشفى، لكن في المقابل يوجد أعضاء في الجسم لو مرضت فلن تشفى. ركزوا معي، إذا مرضت فلن تشفى، بمعنى إذا قلت كفاءتها التشغيلية فإنها لن تعود إلى سابق عهدها، وهنا الخطورة. قلنا إذا جرحت في الأحوال الطبيعية، يعني إذا كنت لا تشكو من سكر أو عائق آخر يؤخر الشفاء، فسوف تشفى بإذن الله بعد كم يوم. لكن هذا العضو الذي أتحدث عنه اليوم إذا انخفضت كفاءته إلى 90% فإنه لن يعود إلى 100%، وإذا انخفضت إلى 80 فلن تعود كفاءته إلى 90، وهكذا إلى أن تصل إلى الصفر، وهذا يعني فشل العضو. هذا العضو المهم هو الكلى أو الكلى. كثير من الناس لا يعلم أن كفاءة الكلى تنخفض لديه إلا إذا تفاقمت حالته وفوجئ بالطبيب يقول له عندك فشل كلوي ولازم تغسل. ليس هناك علاج يعود بالكلى إلى حالتها الطبيعية إلا الزراعة، وطالما أن الكلى لا تعود إلى حالتها الطبيعية إذن ماذا تفعل؟ تحافظ على مستوى وظائف الكلى الحالي كي لا تسوء أكثر، بمعنى إذا كانت الكلى تشتغل بنسبة 60% إذن أحافظ على مستوى 60% لأنها بطبيعة الحال أفضل من 40 والأربعين أفضل من 20. طيب كيف أحافظ على مستواها الحالي؟ هناك ممنوعات وهناك واجبات. أول الممنوعات هي تعاطي المسكنات القوية بروفين، فولترين، روفيناك بصفة يومية ولفترة طويلة، هذا ممنوع. يمكنك أخذ المسكن وقت اللزوم، عندك صداع قوي، عندك ألم في أسنانك، ممكن تأخذ المسكن لفترة محدودة. أما الاستمرار يوميا ولسنوات فهذا مؤكد فشل كلوي. ثانيا المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، ريد بول، بايسون، كودريت، مش عارف إيه، كل هذه المشروبات ممنوعة. ليس ممنوعا منعا باتا، ولكن مرة مرتين ثلاث مرات في الأسبوع ما في مشكلة، لكن ليس ثلاث مرات في اليوم أو أربعة أو خمسة. هناك أشخاص يشربون خمس مرات في اليوم وهذا مؤكد في مشاكل كثير. ثالثا التدخين بأنواعه، سجائر، جراك، معسل، كحوليات وجميع المسكرات والمخدرات، حشيش، كبتاغون إلى آخره من هذه الحاجات، لأنها تؤثر على نسيج الكلى وتقلل من كفاءته. واجباتك يا أخي الكريم تنظيم الضغط والسكر والكوليسترول وأخذ العلاج بانتظام، المحافظة على المعدل الطبيعي للضغط والسكر والكوليسترول. الثاني والمهم جدا جدا وهو شرب الماء بكثرة، أكرر شرب الماء بكثرة. الكثير منا يعتقد أنه يشرب الكثير من الماء، لكن عندما يحسبها يجد أنه لا يشرب الماء الكافي. الكمية الكافية وأسهل طريقة لحسابها هي أن تشرب مقدار كوب أو قارورة صحة صغيرة سعة 300 ملي لكل 10 كيلو من وزنك، بمعنى وزنك 70 كيلو إذن تشرب 7 قوارير صحة أو 7 أكواب. واحد يقول طيب أنا لا أشعر بالعطش أو لا أشرب إلا إذا عطشت، يا أخي من الخطورة أن توصل جسمك لمرحلة العطش. طيب كيف تعرف أنك بتشرب ماء كافي؟ انظر إلى لون البول، إذا كان لون البول شفاف أبيض فأنت ممتاز بتشرب كمية كافية من الماء، لكن إذا كان لون البول أصفر أو أصفر غامق فإنك تحتاج إلى أن تزيد من شرب الماء على مدار اليوم. أكرر على مدار اليوم، بمعنى تقوم بتعبئة جالون ماء 2 أو 3 لتر وتضعه بجانبك وتشرب فيه وكأنك تشرب شاهي، بدل الشاهي اشرب موية، حط الجك قدامك ومزمز فيه، اشرب ماء. تناول الخضروات والفواكه بكثرة قبل الأكل وليس بعده، أكرر تناول الفاكهة قبل الأكل وليس بعده كما تعودنا. اشرب الكثير من العصيرات الطازجة، العصيرات اللي صلاحيتها أسبوع مثل عصيرات الشركات الكبيرة كويسة. تناول اللوز والفستق والبندق والكاجو وجميع المكسرات، وجميع المكسرات لوجود عنصر النحاس المهم لعمل الكلى، ولكن بدون ملح لمن لديهم ضغط. التخفيف من البروتين والبقوليات واللحوم لما تحتويه من الزنك الذي يطرد النحاس من الجسم المهم لعمل الكلى. بعض أطباء مرضى السكر يكتب لمرضاه الزنك لتحفيز عمل البنكرياس، يجب التنسيق مع الدكتور لأنه يؤثر على الكلى ويطرد النحاس كما أسلفنا. قبل أن تأخذ أي دواء انظر إلى النشرة الداخلية، هل يؤثر على الكلى أم لا؟ إذا كان يؤثر استشر طبيبك أو ضاعف كمية الماء. ترى الأمر جد ما هو لعب، والله الأمر جد ما هو لعب. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس لا يعلمون أن الكلى ليس له علاج ولا يعود إلى سابق عهده.
إلا إذا أصيب به، ما يعرف المعلومة هذه إلا إذا أصيب بالفشل الكلوي. الآن حوالي 25,000 شخص في السعودية يغسل كلى، لماذا؟ لأنه لم يعلم، فجأة قال له الطبيب عندك فشل كلوي ولازم تغسل، ولو كان يعلم لحافظ على كليتيه قبل أن يصل إلى مرحلة الفشل. الآن حافظ على كليتيك قبل أن تتمنى أن تعود بك الأيام لتحافظ عليها، يعني بمعنى عندما أقول لك اشرب ماء بكثرة اشرب، عندما أقول لك أوقف تدخين وقف تدخين. زمان يقولوا التدخين يسبب السرطان، أصبحت هذه أسطوانة مشروخة ولم يعد لها تأثير، والكل لا يزال يدخن. الآن إذا استمريت في التدخين والحشيش والمسكرات والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، بايسون كودريت ريد بول وما شابهها، فأنت تدمر كليتيك بيديك، وأنت تعلم أن الأمر جد وليس بهزل. واسأل الطبيب عنها، اسأل طبيبك هل يشفى الكلى إذا جاء قصور كلوي؟ سيقول لك لا. هل تعلم ماذا يعني غسيل كلى؟ يعني أنك أصبحت شخص مسكين، من البيت للمستشفى، تقضي يومك في المستشفى لترجع إلى البيت وترتاح من تعب الغسيل، وما إن ترتاح حتى يأتي اليوم التالي أو الذي بعده لترجع للمستشفى. يعني حياتك من البيت للمستشفى ومن المستشفى للبيت، لا إنتاجية، لا شغل، لا استمتاع، لا خروج، لا ولا شيء، تعطيل وتوقف كامل عن كل ما يوحي بالحياة. هذه المعلومة مهمة، احفظوها وحفظوها لعيالكم، وقولوها لكل من عرفت ومن لم تعرف، لأنه في قصور توعوي وإعلامي في هذه الناحية. يا جماعة لو كان له علاج، لو كان للكلى علاج ما كان هناك غسيل كلوي، كان يعطيك حبوب ولا علاج ويقول لك خلاص يرجع الكلى زي ما كان. لا علاج للكلى.